كلاكس جريت كندا's not ما عجبتهاش كندا بسبب دوك البلانات والغلا هالخدمه هنا موجوده بزاف فانكوفر راه من طب ديال البلايص اللي كيخلصوا هنايا في كندا تقريبا 7.81 اللي تقريبا عليه شي 6 دولار بس لاما تيلا فراسك تيلا فراسك سلامه شوف شوف واحد الشبك قدامي شوف شوف صباح الخير الاخوان دابا تقريبا 6 ونص ديال الصباح يعني فقت من بواق نصاوبوا الفطور شد الطريق البروتين درت على الطانوبيل طرت المسيحه قديتها المهم كنشوفوا واش كلشي خاصها مزيان هو هذا باش غنشد الطريق لانه ديما فاش كنبغي نسافر ضروري كندير واحد الانسبكشن للطانوبيل سلم على العشرين سلم على توحشوهم العشرين ديالي واقيلا غير انا اللي كنسوق بالصنداله ديما ياك صراحه بليا والله الا بليا ديما كنسوق غير بالصناد ماشي بالصناد بالحفا بغيت نقول دي شي 3 السوايع ديال الطريق عندي شي 3 السوايع immigration هنا الاخوان هنايا دابا غندخلوا للحدود ديال كندا سو هنايا فين غادي نزيدوا واحد المايل بقى لي مايل وغادي نوصلوا للتشيك بوينت يعني فين كاين هذوك البلايص اللي كيشوفوا لي باسبور للوراق واش غادي تدخل لكندا ولا لا يعني ماشي اي واحد يعني مثلا اللي كنتي في امريكا دراسه ولا سياحه ولا work permit ولا مثلا شي حاجه هكا راه ما يمكنلكش تدخل لكندا خاصك ضروري الفيزا ديالهم اما الا كنتي جنسيه ولا الا كنتي جرين كارد ممكن تدخل لكندا هنا في الحدود ديال كندا وامريكان في امريكان تقدر تصور اللي بغيتي ولكن في كندا عندهم عندهم داك الشيء ستريكت يعني داك الشيء عندهم ما معاهش لا سو ما كيخليوكش تصور في سميتو مع البوليس ديال كندا حيت دابا صافي ها انتم الاخوان ما عرفتش شي بان لكم دابا اين فوق كتوصل لهاد البلاصه هادي ما يمكنلكش ترجع واحد المره وقع لي نفس البلان وصلت لهنايا بغيت نشوف سقط لقيت راسي في كندا ومهم دخلت غير شويه حدا الحدود وليت خرجت بحالي دابا ان شاء الله غادي ندخلوا نشوفوا فانكوفر يلا راه هادوك راه هي شي العالم ديال كندا ما عرفتش واش غيبان لكم ليا هادوك هو تما الحدود دابا البلاصه اللي دخلت ليها صافي سو غنوصل تمايا ندوزو نعطيهم الوراق وداك الشيء ونتحركوا بحالنا دابا الحدود ولا الناس اللي غنهضروا معاهم دابا كلهم كندا حيت دابا حنا في كندا اي غندخلوا الحدود صافي غنكونوا في كندا عرفتي ما فاتش معنا ثلاثه ثواني سولنا شي اسئله مثلا يعني سبب الزياره لكندا شنو غديروا في كندا وفين ساكنين المهم قلنا له حنا كنعيشوا في سيارة واشنطن صافي قالنا واش غير غتسارى قلت له سارى اوكي ويلكم صافي نورمالمون راه نقدروا نجلسوا حتى لثلاث شهور يعني الا بغينا ولكن انا ساكن حدا كندا سو ما يعني نمشي ندخل غنتعشى ونتسارى شي شويه ونرجع بحالي اول حاجه شفتها الاخوان هي 60 كيلومتر الساعه حيت السيستم ديال كندا عندهم الكيلومتراج انا هاد البلان هذا دابا هو عاوتاني 100 كيلومتر هنايا للساعه 100 كيلومتر تنظن هي 60 مايل بير اور هي 60 ديالنا اوكي سو مرحبا بكم لكندا Welcome to Surrey. Okay, Surrey. Yeah, Surrey. Yeah, واحد المنطقة مهم لاصقة مع فانكوفر. So يلا نمشي نشوفوا discovery ولا نكتشفوا فانكوفر كندا. أول حاجة سبحان الله لاحظتها في هاد كندا هذه في فانكوفر هو الزحام. ثاني حاجة الكونستراكشن عندهم بزاف كيصلحوا الطريق كل فوق ما ندور خاصني دابا نضرب طوالة باش نرجع للطريق ديالي. شو الزحام كي داير وفي جي بي اس الخط احمر يعني عامر درايفرز يعني الناس كي كيسوقوا اغلبيتهم تبان لي همجيين ما نكذبش عليك والله ما عجبنيش الهمجيه غنبدا شويه بالسلبيه ديالهم عاد نمشي نسترق الايجابيه والطريق كلها كونستراكشن صاحبي كلها كيصلحوها عرفتي شحال وانا قاس كندور هنايا والكور والله الا كرهوني في الطريق ديالها يا صح الاخوان وصلنا للداون تاون عرفتي لي بارك البارك العاده باش تلقاه وراكم عارفين الداون تاون غادي نضربوا دويره خفيفه ظريفه باش نمشيو لبلاصه ناض فين الطبيعه وداك الشيء تقريبا 7.81 اللي هي تقريبا عليه شي 6 دولار تقريبا شي 7 دولار ولا 6 دولار امريكانيه باش تباركي هنايا الطانوبيل اللي هي تقريبا المهم هي هذه هي تقريبا شي 9 دولار ديال كندا شي واحد درس الدجاج هنا ولا ما نعرف المهم البارك هنا بالدراع باش لقيناه احنا بدينا اول حاجه نفس الجو ديالنا يعني حد نفس جو واحد بزاف د الحوايج اللي لاحظت هنايا غنبقى نقول لكم فاش نكون غادي كنتمشى نبقى كل ساعه نبقى نقول لكم يعني سلبيات بديت بالسلبيات غنكمل السلبيات
باش نبدا بالايجابيات. سو من الحوايج اللي بدينا هي الكونستراكشن عندهم تيبنيو هنا الطريق بزاف بزاف واحد الدرجه ما كتلقاش ما عندهمش الفري واي. تخيل معايا ما عندهمش بحال اللي كنقولوا شي طريق كبيره رئيسيه ملي كتوصل ديريكت لهنايا. عرفتي شحال حنا كندورو باش وصلنا لهنايا. ثاني حاجه عندهم واحد الحاجه اللي ما عجبتنيش بزاف هي بنادم ما كيحترمش ماشي ما كيحترمش الطريق بنادم ما كيخليكش تسمح لك بحال حنا عندنا حنا احترام شويه بنادم كيخليك تسمح لك تدوز كذا الاخر تيطوط عليك كذا كذا. كثرت بنادم عندهم هنا وكثرت المهاجرين ودابا نرجع علاش حاجه اخرى خد لاحظتها بزاف هي انهم عندهم الهومليس هما بزاف عندهم الهومليس عندهم كلشي بالفرنسي ماشي هذوك يهضروا بالانجلي ولكن عندهم مثلا واحد البلايت بحال دابا السرعه وداكشي عندهم 60 كيلومتراج وداكشي بحال المغرب. وانا تلفت ما بقيناش عارف الكيلومتراج يعني 60 كيلومتر للمايل بير اور. سو هذه حاجه اخرى. ثاني حاجه عندهم هو عندهم الاجانب بزاف يعني شكون اللي معمر فانكوفر هذه الاجانب. كيف كتشوفوا واحد البلاصه اللي سياحيه بزاف فيها بزاف ديال لي توريستيك فيها بزاف ديال المهم الناس من جميع دول العالم. وهذا البلاصه هذا ماشي البلاصه المهم هذا الباطو هذا هو داك الكروز باطو كبير كاين اللي فيهم كيدي هذا بعدا غادي الألاسكا كاين اللي كيديك ديريكت الألاسكا كدوز فيها واقيلا يومين ولا 3 ايام وكاين اللي كيتجلس فيه سيمانه يعني عندك الشومبر ديالك عندك لابيسين ديالك عندك تقريبا كاع داكشي ديالك. الثمن ديالهم مازال ما عرفتش بشحال كيديروا ولكن ديما كتكون ما بين 1000 دولار حتى 2000 دولار سا ديبون على حساب انت التريب اللي غادي دير وفيه كلشي لابيسين قهوه كلشي. المهم وهاد البلاصه اللي مورايا هي اللي وريتكم يعني بلاصه معروفه سميتها كندا بليس هادي سميتها توتم شي لعبه. المهم ما كتعرفش تنطقهم حيت عندهم اسماء بالفرنسي واسماء بالانجلي يعني ما كتعرفش كيفاش واش تقرا فرنسي وتقرا بالانجلي. اخوان بزاف ديال الاجانب اللي قلتلكم شفت هنايا ومنهم تقريبا يعني كاينين الهنود كاينين الباكستانيين وكاينين الشناوا الايجن بيبل هما اللي بانوا لي بزاف لانهم خاصكم تعرفوا ان هذه المدينه ديال فانكوفر راه كتعتبر من احسن المدن ولا من احسن البلايص اللي في بريتش كولومبيا واللي في كندا كامله. هذا هو المقر ولا المكان ديال اغنى اغنياء كندا. جاتني في شكل شحال ديما فلوغيت ودابا غادي والناس كيحنصوا تيقول هذا خونا هذا مال شنو كيدير. اخوان كيف كتشوفوا هذا هو الباطو اللي وريتكم وكون واحد يعني عنده البيت ديالو كون واحد عنده شومبر ما عرفتش شحال من شومبر هنا شي 800 شومبر ولا ما عرفتش شحال. وهنايا البيوتي كيبانو كبارين شويه يعني الثمن كل ما كتزيد الماء كتزيد دقيق هنايا شويه الثمن غالي. في الباطو شوف شحال ديال الباليزات شوف شوف واو 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 وحبو تبن ترافيك طاكسيات صحاب اوبر دايرين خبله هنايا كاينه اللعاقه. Branco or this one? عندي واحد الحاجه عندهم معروفه بزاف هنايا في فانكوفر كندا هاد البلاصه سميتها غاز تاون كلوك كلوك. المهم هاد البلاصه الا جيتي لهنايا لفانكوفر وما خديتيش التصويره مع المكان اللي كيخرج منها الدخان هنايا ما شفتي والو لان هاد البلاصه عندهم يعني تاريخيه ومعروفه بزاف التاريخ ديالها طويل حنا كنعطيو السميه غنحاول نقرب ليها وغنصور لكم شنو كاين فيها لداخل. بغيت نصور لكم بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج عارفينها ولكن عجبني بزاف النظام عندهم. عندهم الهومليس هنايا كيف كتشوفوا المهم شفتوهم مورايا عندهم يا تاع هذا واحد المشكل كاين بزاف هنايا شوف مورايا عاوتاني غادي ندور الكاميرا غادي تشوفوا مورايا. المهم مورايا بزاف والهي عاوتاني انا ندور الكاميرا كيف كتشوفوا الاخوان شوف شحال ديال الهومليس لي شوف شوف وهادو من الحوايج اللي كتعاني منهم فانكوفر وهذاك الكاوازاكي راه هو الحمقني يا الكاوازاكي الحبات وحشنا الكاوازاكي. سلبيات يعني ولكن ماشي سلبيات اللي تخلي الانسان ما يعيش هنا ولا ما يجيش هنا بطبيعه الحال. شوف بالنسبه لي هومليس ودوك العالم عندهم فين ما مشيتي غتلقاهم اي بلاصه في العالم غتلقاهم ما كاينش بلاصه ما كاينش فيهم علاش لانه للاسف كاين اسباب
كل اللي مثلا عنده مشكل مع القانون، كل اللي عنده مشكل مع ما بغيش يخدم، هالخدمة هنا موجودة بزاف. فانكوفر راه من طب ديال البلايص اللي كيخلصوا هنا في كندا، واغلى بلاصه كاينه تنظم في كندا. هنا غاليه لان كيف القلب هنا مدينه ديال الاغنياء، غاليه بزاف، فيها الخدامي بزاف، الاي تيز يعني اصحاب المعلوميات وكذا بلاصتهم هنايا بحال الشكل ديالنا حنا في واشنطن ستيت. وفي نفس الوقت عندهم المينيموم واش طالع هنايا، يعني كيخلصوا حتى هما تقريبا لواشنطن ستيت، يعني سير واقيلا شي 14 ولا 15 دولار الساعه. هادي اللي كنت شفت، الا داروا شي ابديت كتسمعوا القوات حدايا مورايا. يب هادو من الاسباب. اخوان كيف كتشوفوا هادي تشاينا تاون، بلاصه ديال الايجن بيبل. ما تنساوش تضربوا هاد القهوه، هاد شي حاجه بزاف الهربه. المهم قهوه عندهم، يا سلام والله لك من عادتي ما كيعجبونيش القهوه فاش كنسافر، ولكن هادي بالروج ولا طلعت لي شي قهوه زوينه. الوغ فانكوفر يحسب لك انكم عندكم قهوه زوينه. بعض الناس غيسولوني في الكومنتيرات على مثلا على الجاليه هنايا المغربيه ولا الجاليات اون جينيرال. بنقول لكم واحد الحاجه، الجاليه المغربيه هنا في فانكوفر شي منعدي، ما قليله بزاف، يعني كاينين ولكن قليلين بزاف. هي تقريبا بحال اللي كتقول واشنطن ستيت، يعني فيها جاليه مغربيه قليله بزاف مقارنه مع كيبيك ولا تورونو ولا مثلا دوك الجوايه ديال كندا الفوق، فهي قليله بزاف. يعني مقاطعه ديال بريتش كولومبيا بعيده بزاف على المغرب. من البلايص اللي زوينين فيها واللي محببه والناس كيبغيوها هنايا هي ان ما كطيحش الثلج بزاف بحال اللي كيطيح في مناطق اخرى ديال كندا في جويه الاخرين. هنايا الثلج كيطيح قليل، حتى من الباركين دوخنا. يعني تخيل معايا، حطيت عقل درت سيف ديال البلاصه فين خليت الطوموبيل، فاش بقيت تجي ليا هو الباركين براسو داخ، يعني جي بي اس داخ الكبيده ديالي، واخيرا لقيتك. يلا وصلت دابا للباركين. سو راه ماشي الظلام، راه غير حدا واحد دابا في البارك، داكشي علاش كيبان بحال الظلام. غنمشيو لواحد البلاصه شويه الفوق على كندا، على فانكوفر، سميتها غاندولا واخيلا. غاندولا من ماشي بالضبط هي، ولكن يمكن واحد البلايص حداها، من اشهر البلايص هي فانكوفر. راكم عارفين معروفه كندا، معروفه بالجبال، واحد الجو، واحد البحيرات، شي حاجه عجيبه. وتما فين غنمشيو؟ حاجه اخرى لاحظتها بزاف، وهي انه كاينين بزاف ديال تيسلات هنايا، يعني الشركه ديال تيسلا كانوا بلاد الالكترونيك كاينين بزاف هنا. علاش؟ لانه في اي بلاصه كاين فيها الاي تيز، يعني حتى في واشنطن ستيت، يعني في سيارو فين عايش انا، كاينين عندنا بزاف. علاش؟ لانهم الاي تي، فيما كتلقى شي بلاصه فيها الاي تيز ولي زانجينيور بزاف، هذاك الشيء كتلقى عندهم تيسلا، سبحان الله معروفين. البيوري، الجمال ديال كندا، ديال فانكوفر. وهادشي علاش فانكوفر غاليه، لانها من الحوايج اللي مخلينا غاليين بزاف هو الجماليه ديالها. كتعتبر من اجمل المدن العالم، وفي نفس الوقت حتى الماء ديالها زوين، الطبيعه والجو غزال بزاف. تمنيت كون قرب لكم الجو دابا اللي انا عايش فيه واللي صايك فيه. كيف كتشوفوا داير كل جبال، عرفتي السوغان كيدير فوسط الجبال، والله اللي كتحس براسك يعني سويسرا ديال الامريكان هي هادي. وفي نفس الوقت واشنطن عندنا شي بلايص راه ليلة يلاه وصافي. المهم هاد البلاصة هادي ولا هاد التاون هادي سميتها سكواميش، ياك؟ إز سكواميش؟ يا سكواميش، اسمها في شكل عجيبة. المهم شوف واحد الجبل قدامي، شوف دايرين بيا غير البحيرات والويدان والجبال والطبيعة كلشي. المهم هاد البلاصة هادي هي بلدة تاون معروفة سياحية، يعني الطريق باش جينا من لهيه كلها سياحية. ودابا وقفنا فيها باش غادي نمشيو نقصيو، بدا كيجينا الجوع، سو غادي نوقفو غنقصيو شي حاجة تمايا، نصور لكم الثمن ديالها. وفي نفس الوقت غادي نزيدو شي شوية، لأن الطريق كلها بحورة وبحيرات وإلى آخره. بغا نشوفو شي بلاصة شي بحيرة، لأنني باغي نشوف البحيرات ديال كندا. نضربو شي تصويرات ونزيد نتحرك نشوفو حاجة أخرى. البرجر ديالي الاول هذا ديال تشيكن،
وهذا ديال البيف. صراحه ديما كنقسمهم على جوج باش كنشاركوا باش كندوقوا بجوج. وهذه راه ماشي بيره باش الناس ما يبقاش يقولوا كوين بيره، راه ماشي بيره، هذه جينجبر، هذيك حتى هي كذلك. الله عمرنا كريشه دابا مزيان. اتوقع لنا واحد البلان ولكن غادي نقول لكم فاش نوصل لهيا ماشي دابا، ما نقولوش دابا. علاش؟ لانه شوف على المنظر كي داير مورايا، شوف الطوموبيل سميتها ايفو اور ايفو، يا راه كتشوف كتكون زرقاء هذيك الكتريك. عرفتي منين جينا لفانكوفر حنا كنشوفوها ويلا عرفت انها راه ديال الكره، يعني تدخل واحد التطبيق ديالهم وكدير بحال غتكرا. كاين عندنا في التطبيقات اخرين حنايا في امريكان، هو انه كتدخل الاب كتمشي لواحد الطوموبيل كتكون محطوطه ديال شي شركه معينه وكتقول اوكي ها الكود ديالك باش تدخل وكديماريها وكتمشي وكتخلص بشحال من ساعه. هادو يعني ديال الكره، يعني بنادم اللي بغى يجي لهنايا بالطياره ويكري شي طوموبيل من هادو ويضرب بها حتى يشبع ويحطها فيما بغى يحطها. الخوت وقع علينا بلان. البلان اللي بغيت نقول لكم هو انه جوج حوايج ما كانش يسحبني غيوقع. اول حاجه كنت عوال نجي لواحد البلايصه اللي المهم هربانه من فوق داك الجبل راه هو لهيها، كنت بغيت نتصور فيها فواحد اللعيبه بحال هو بحال ديك الكورده وهي قنطره كتعشي في وسطها وفي وسط الجبال ولا لا ونسيت على انه باش توصل ليها ما قريتش، نسيت باش انه توصل ليها خاصك تكون عندك الحوايج الهايكين. تخيل معايا واش هادو الحوايج الهايكين دابا. ثاني حاجه ما عنديش الدرون، ما جبتش معايا الدرون، داكشي علاش دابا بزاف د الحوايج اللي كاينين دابا طايرين على هنايا. وكاين واحد الريفر هنا زواون اللي تا هو كنديرو في الحساب باش نجي ليه، هو اللي غنمشي نصورو نشوف واش غنقد نصور ولا خاصني الدرون. الدرون غفلاتني باش تعول عليها. ثاني حاجه حوايج الهايكين، لان كندا باش تصور الجمال ديالها ديما الفوق، يعني ديما بلاصه الهايكين. ثاني حاجه مع ثالث حاجه ما عولتش ترى جمعت عري هاد الحوايج. المهم ماشي مشكل، ما كنتعول انني غادي بحال قلتي غادي ما غادي نبات هنا، يعني عول انني غندوز نهاري كامل هنا وغنرجع بحال للدار. اخوان سبحان الله كندا كبيره بزاف لواحد الدرجه كبيره على ميريكان تيبان لي بشي جوج المرات، وشي شي جناب عندها في النورث يعني في الفوق راه ليلي راه مازال ما وصلولهمش البشر باش يعيشوا تمايا صح. وميريكان بالاناسكا بتكساس بكاليفورنيا بكاع هذيك شي كامل مستشوق على نص ديال كندا. كندا يلا شحال البوبيليشن ديالها ما وصلش 183 مليون صاحبي. عرفتي الارض كبيره قداش قداش هادشي ما تيبان لكمش ولكن عرفتي شحال كبير. واش هادشي جنون ولا ما نعرف شنو؟ وصلت لهنا وانا نلقى هذا في الخلواني. ان كنت باغي نختم الفلوق في واحد الطبيعه زوينه فوق الجبال، ساعه للاسف ما عولتش كيف قلت لكم، سو غادي نحاولوا ما امكن نمشيو في طريقنا. في طريقنا فاش كنا سايقين كانوا واحد البحيرات واعرين في جنب ديال الطريق اللي ما حملتش هنا في فانكوفر ما نكذبش عليكم. تخيلوا معايا انه هذا واحد البريدج، البريدج حتى هو بحال اللي قلتي كورده قنطره وهي بالكورده غير باش كتقطعها ودوز ليها ودوز لواحد البلاصه، يعني كتبقى قاطع الفوق عالي وكتشوف شنو كاين الدوران داكشي. تخيل معايا غير باش تدخل غير باش دوز منها 70 دولار 700 درهم. ولقيت وحده عاوتاني الفوق اللي كنديز محداها، يعني ما كنتش عوال ندخل ليها، هذه غير ديز محداها. دابا راني دايس تنتمشى ولقيتها تما، لقيت الثمن هذا واللي هي شحال دايرين تقريبا 55 دولار غير باش تمشى في واحد القنطره. وهادو من الحوايج اللي ما حملتش انا في فانكوفر. علاش؟ لانهم بينوا لي ان هي معروفه بالسياحه وبينوا لي انه بحال اللي كيستغلوا السياح. يعني تخيل معايا خلص شي ثمن خيالي وكان مثلا 10 15 دولار ماشي مشكل. بزاف الناس كومونتات تقول لا با وايلي انت خايسوبين على 70 دولار. نو 70 دولار راه فلوس، عرفتي 70 دولار دير بها بزاف الحوايج، ولكن باش تمشى غير فوق قنطره بلا ماكله بلا شراب بلا تلعبه كمان، يعني راه هذا استغلال. بالنسبه لنا حنايا كسكان ديال واشنطن ستيت اللي معروفه بالطبيعه اللي بحال هكا تقريبا نفس الجو نفس كلشي، الطبيعه الجو كلشي يعني معروفه. بجاتنا شي حاجه في شكل يعني مثلا تعجبنا واو ما شاء الله البحوره جبال كذا، يعني حتى حنا عندنا نفس الشيء. ولكن كيف قلت الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش عاوتاني هو انه كيستغلوا السياح في مدينه فانكوفر. عرفتي شحال من حاجه خلصناها؟ تخيل معايا باركين اللي كنخلصوا مثلا ب 7 دولار في سياط حنايا، عرفتي شحال كتشد لك 12 ساعه.
$7 هنايا كتخلص لك تقريبا ثلاثه السوايع جوج ساعات ونص بزاف. يعني بنادم يدير اطونسيو وعارف ان هذه المدينه هذه شويه كيضربوا بنادم حتى تينقز. المهم الخوت قبل ما نشد الطريق رجعوا بحالنا لانه بارك علينا نهار جينا بكري بزاف ونهار طويل داكشي علاش راكم عارفين كي تحت الظلام حتى للتسعود. دابا تقريبا علينا شي 6 العشيه جينا لهاد البلاصه اللي مورايا هي. هاي بزاف فيكم الناس يبقاو كسبين تقدينا الاثمنه حيت هاد الباصه دي غاليه. المهم جوج عواصر بحال هادو تقريبا $19 وشي حاجه قول $20 راجعين بحالنا غادي ندخلوا الحدود دابا. ما عرفتش الخوت واش غيجيكم الفلوق طويل شي شويه ولا لا، ولكن مع صراحه ما شدش القياس باش كنشوف مثلا واش الفلوق غيجي طويل ولا لا. اللي عارفوا انه في الدخله ديال فجينا هنا كانت ساهله خفيفه دغيا دغيا جينا بالرجعه بان لي كاين واحد الصف شي شويه ماشي بزاف بزاف مقارنه بفاش كنت مشيت للمكسيك. كان تما بزاف عرفتي تما تقول شي 3 4 السوايع باش يلا سال الصف. كيف كتشوفوا هذه بحيره ديال لايك سامش، هذه جايه الفوق حدا كندا تقريبا بين كندا وهي شي 25 مايل 30 مايل ماكسيموم. سو كيف كتشوفوا الاخوان هاد البلاصه كنجي ليها بزاف، هذا هو الكوان ديالي سر هاد البلاصه سريه باش توصل ليها خاصك المهم تعرف شي لعيبات تكون ولدنا. ثاني حاجه كنجي كنعوم هنا بزاف، راه عندي شي فيديو في الانستغرام فبالمناسبه ما تخرجيش عندي الانستغرام دخل عندي الانستغرام ضروري تفرج وتشوف بزاف الجديد راه كنحط فيديوهات كلشي وموراي كيف كتشوف تما فين كنعوم بزاف. وحتى هنايا وهاد المره غادي غنبقى نجيب معايا الكاياك ديالي باش نبقاو نعوموا نتسارى ونشوفوا البحيره كامله. كنتمنى تكون استفدتوا ضحكتوا تساليتوا معايا شفتوا معايا كلشي. كنبغيكم بزاف بارطاجيو معاك و كومونتيو. You like the vlog? Yeah, vlog's okay. Great. Canada's not. ما عجبتش كندا بسبب دوك البلانات والغلا والاستغلال استغلوني بزاف. دي ask so much money. Okay. Anyway, يلا شكرا لكم ما تنساوش بارطاجيو. Tell them like bye. بس ماما تلفاسك. تلفاسك بسلامة. بسلامة. Bye bye.